ليلة الجمعة أكثر من الصلاة علي فيها. لما؟ قال فإنها معروضة علي، وكل الصلوات تعرض عليه في كل الأوقات، كما ورد في الأحاديث الكثيرة، ومنها بأن لله ملائكة سيارين، ما من أحد من أمتي يسلم علي إلا بلغته فأرد عليه السلام. الملائكة تبلغ أن فلانا سلم علي، قال إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قال أهل العلم من المحققين، سئل هل قراءة القرآن يوم الجمعة أفضل أو أن نشتغل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان الجواب من بعض المحققين أنه يسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والاشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة أفضل من قراءة القرآن، لسبب أن هذا الوقت له ميزة معينة بنص صريح واضح يعمل فيه ما ورد به النص على عموم ندب واستحباب وفضيلة قراءة القرآن.